اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من صحافه الغد اللي بنتناول فيه بالقراءه والتحليل اهم العناوين والاخبار في صحف القاهره الصادره غدا. والنهارده وفي حلقتنا هنتجول بالقراءه والتحليل في العدد الجديد لجريده اليوم السابع، وبيسعدنا ان يصحبنا في هذه الجوله هنا في الاستوديو استاذ عبده زكي الكاتب الصحفي بالجريده. استاذ عبده اهلا بحضرتك معانا. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك حقيقة أستاذ عبدو معانا في هذا العدد الجديد لليوم السابع، عدد من الأخبار اللي كلها بتحمل الحقيقة مؤشرات إيجابية وتفاؤل سواء اقتصادية أو على مستوى الصناعة، أو أيضا نفي عدد من الشائعات التي ترددت في الأونة الأخيرة. اسمح لنا أن احنا نبتدي على طول من الصفحة الأولى، وهذا الخبر عن الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبنقرأ في هذه العناوين: توقعات بوصوله إلى 50 مليار دولار، 7 مليارات دولار زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي في 7 أشهر، نواب البرلمان: الارتفاع يعطي ثقة بالاقتصاد ويوفر مناخ جاد للاستثمارات الأجنبية. يعني أستاذ عبدو، طبعا زي ما احنا قرأنا في الخبر، توقعات بوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50 مليار دولار في الفترة المقبلة والسنوات القريبة القادمة، بعد أن وصل في نهاية يونيو الحقيقة إلى ما يتجاوز 44 مليار دولار. أهمية هذه الخطوة وأهمية أن يكون لدينا في مصر احتياطي نقدي أجنبي مرتفع. 15 مليار دولار كان حجم النقد الأجنبي في البنك المركزي بعد أحداث ثورتي يناير و 30 يونيو. القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك خطورة هذا الأمر منذ البداية، حرص بشكل كبير على تنمية هذا المبلغ الموجود في خزانة البنك المركزي باعتباره عملة صعبة. أهمية العملة الصعبة خطيرة جدا، لها عدة مميزات. أن يكون عندي أنا احتياطي أجنبي قوي. الاحتياط الاجنبي القوي لمن لا يعرف هو معناه ان انا عندي فلوس معينه لاي ظرف طارئ، ان انا الاستيراد بالعمله الاجنبيه. المستثمر لما بيجي يشتغل عندنا هنا بيحول المكاسب بتاعته بالدولار، فلو ما لقاش دولار متوفر وعمله صعبه يقدر ياخدها كعائد مش هيجي، وبالتالي ده مغزى او معنى انه ده زي ما قالوا الخبراء ونواب البرلمان، قال ان هو بيدعم الاستثمار وبيأكد ان مصر دوله قويه. صحيح، هو يعني هذا الاحتياطي النقدي الحالي 44 مليار وما يزيد بيكفي الواردات السلعيه لمصر لمده 8 أشهر ونصف، يعني بنتكلم عن نعم احنا الحقيقه احنا بنرتقي بشكل عادي. يعني احنا حتى كان قبل الثوره لما تجاوز الاحتياطي النقدي الاجنبي كنا فرحانين حوالي 35 مليار. مهم جدا ان اي دوله يكون عندها احتياط نقد اجنبي، ده بيقول ان الدولة دي في امان، لا قدر الله حصلت اي ازمات، لا قدر الله الاستيراد، ان انا اقدر ان انا اشتري ما احتاجه سواء في وقت الحرب او السلم. ان انا بقول ان انا اقتصادي قوي، وان انا بقول للمستثمر تعالى ما تخافش، تعالى اشتغل ويحقق فوائد مالية، ولما تعوز تحول ارباحك هتلاقي في عملة في البنك المركزي المصري. انا اتصور ان دي خطوة جادة جدا، وان ده من احد انجازات الحكومة واحد انجازات القيادة السياسية الحالية بالرئيس عبد الفتاح السيسي على وجه التحديد. الرجل أولى اهتمام بالغ بهذه المسألة منذ اعتلاؤه سدة الحكم. صحيح، والحقيقة كمان اللي بيدعو للتفاؤل انه الخمسين مليار دولار اللي احنا هنحاول ان احنا نوصل لها كاحتياطي نقدي من النقد الاجنبي قريبا، ده هيعتمد على جزء كبير على تعافي قطاع السياحة وايضا التصنيع، وده ملف الحقيقة هنناقشه دلوقتي. بالمناسبة برضو يعني التجارة العالمية لما هتسترد عافيتها قناة السويس هتبقى عائداتها اكبر. أكيد. الصادرات، ندعم الصادرات الزراعية، نحاول نوسع دائرة الحصول على العملة الصعبة. أكيد. بالفعل هنتكلم دلوقتي عن ملف الصناعة في ضوء قرارات للحكومة وخطة الحكومة. من الصفحة الخامسة: ننشر خطة الحكومة لإنشاء 6 مجمعات صناعية جديدة لانتهاء من مخططاتها مطلع 2019. طبعا احنا متابعين أستاذ عبدو انه كان في مبادرة من الحكومة ما يسمى مصنعك جاهز بالتراخيص، وفي في إطار هذه المبادرة والمجمعات
الجامعات الصناعيه المستهدف انه في على 2020 تقريبا يكون عندنا حوالي 5864 وحده صناعيه موزعه على كافه محافظات الجمهوريه. كيف استعرض هذا الخبر ايضا تفاصيل هذه المجمعات الصناعيه الجديده؟ الحقيقه انا لما قريت الخبر ده وحضرتك اتكلمت عنه، اول ما جه في ذهني اللي هي بكره تشوفوا مصر، يبدو ان بكره اقترب كثيرا جدا. تهتم الدولة بتوفير فرص العمل، حتى في المصانع اللي بتتكلم عنها دي بتتكلم عن مصانع كثيفة العمالة، مصانع في كل مكان زي ما قلت حضرتك هتصل إلى 5836 مصنع في 2020، يعني خلال سنتين. الحقيقة الحكومة بتستعد حاليا عشان تنشئ 6 مجمعات صناعية بالتزامن مع انها بتنفذ حاليا برضو 13 مجمع في 12 محافظة. 13 مجمع دول فيهم 4436 مصنع. انا اتصور ان ده اتجاه حكومي للاهتمام بالصناعات الصغيرة والصناعات الفردية اللي هي تصنع منتج واحد، والصناعات اللي هي متعددة والصناعات كثيفة العمالة. انا اتصور ان احنا حاليا نقترب من التشطيب، نقترب من التجهيز، يعني احنا انا اتصور ان احنا بنينا وضعنا الخرسانات، الاسقف، الاعمده، يا نقترب من دخول المسكن او نقترب من دخول عالم التصنيع بشكل اكبر. الصناعه دي معناها ان احنا هيبقى عندنا منتج، المنتج لما بيبقى جيد احنا هنصدره، هيجيب عمله صعبه، معناه ايضا ان احنا هنشغل الناس، هنقضي على البطالة، هنقضي على ظاهرة العاطلين اللي هي منتشرة إلى حد ما، واللي الحقيقة قلت بعض الشيء عن حتى السنوات القليلة الماضية. أتصور أن ده إنجاز رائع جدا للدولة، وأتمنى أن هي تسرع أكثر في هذا الإنجاز، بحيث أن احنا نرى بكرة ده اللي قال عليه الست الرئيس يبقى بعد، يبقى أقرب أكثر يعني. صحيح، والحقيقة زي ما حضرتك أشرت إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحقيقة إنشاء هذه المجمعات الصناعية بتزامن أيضا مع مبادرة البنك المركزي ب 200 مليار لدعم هذه الصناعات، وبالفعل الاتجاه فيها فضلا عن أن الصناعات النهاردة بتوفر حاجات كتير، يعني هي بتشجع المستثمر أنه يجي، سواء مستثمر من الداخل أو مستثمر من الخارج، بتدي له مصنع من تراخيصه جاهزة، مش صحيح. هيلف، مش هيتعرض للابتزاز من بعض الموظفين وخلافه. أتصور أن دي خطوة متكاملة، وأتصور أن إحنا إن شاء الله هنجني ثمار التعب يعني. أكيد، وبنعتمد الحقيقة في هذه المجموعات الصناعية على الصناعات اللي إحنا محتاجينها علشان نقلل أيضا الواردات، ونعتمد أكثر على الصناعة المحلية. من المجمعات الصناعية بنروح إلى الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، وفي الصفحة الثانية هذه العناوين: تفاصيل مفاجأة مطار العاصمة الإدارية الجديدة زكي عابدين، تحديد موقعه الشرق العاصمة لخدمة منطقة القناة ومحور قناة السويس، وزير الطيران سيكون أكبر من مطار القاهرة. يعني أيضا أستاذ عبدو، هذا من الأخبار المفرحة والتي تدعو إلى التفاؤل، بيلقي الضوء على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عام من خلال هذا الخبر عن المطار في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المتوقع أن يكون أكبر مطار في الشرق الأوسط. ما هي المزيد من التفاصيل حول إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة من خلال هذا الخبر؟ أستاذ آلاء، المتابع للسيد الرئيس في حواراته سواء في مؤتمرات الشباب أو خلافه بيتكلم دايما على إن أنا هعمل منتج، ومنتج كويس. أنا مش هعمل حاجة نص نص، أنا براهن على الشعب إن هو يستحمل، فأنا مش هعمل حاجة أصبر بها الناس فتبوظ بعد شوية، يبقى ملهاش فايدة، الجدوى بتاعتها تقل، الحاجات دي كلها مع مرور السنوات. اتصور ان كل حاجة بتنشأ دلوقتي بتنشأ كما يقول الكتاب، يعني بتنشأ تماما. احنا هنعمل النهاردة عملنا عاصمة ادارية، عاصمة ضخمة جدا، مخططة بطريقة صح، بتراعي بعد كام سنة هتبقى ازاي الحياة فيها، الحاجات دي كلها. احنا كمان هنعمل في العاصمة الادارية، طبيعي هنعمل مطار، المطار ده هيكون الاكبر في مصر، اكبر من مطار القاهرة، الاكبر والاحدث في الشرق الاوسط. تم اختيار المطار، مش بس موضوع المطار، والحي الحكومي تقريبا قارب على الانتهاء. صحيح. الحي المالي برضه شغالين فيه، المال والاعمال والمال ورجال الاعمال والحاجات دي كلها. حتى التجهيزات العاصمه الاداريه هتبقى نموذج معماري فريد في الشرق الاوسط، هو ماشي على مدينه ذكيه وتعتمد على نعم. يعني فكره استخدام الطاقه الشمسيه، نعم، يعني فكره الاعمده الذكيه ده كمان هو بيتصور ان هو
ان هو بيوفر موارد للطاقه عشان في السيارات الكهربائيه اللي هتشتغل، وهيكون متاحه لشحن جميع الاجهزه اللي هو بتعتمد على الكهرباء. مصر هتعمل مدينه عاصمه حضاريه جدا، الوزارات هتنتقل لها اعتقد في منتصف مثلا 2019 اللي هي موظفي دواوين، فهناك في حي حكومي، حي مالي، حي سكني. هنا احنا بنتبع الاسلوب العلمي وبنعمل حاجه هيشيد بها العالم اتصور في القريب العاجل، واحنا ماشيين بخطوات سريعه في انجاز واستخدام هذه العاصمه الاداريه الجديده حتى نخرج من زحام القاهره، وحتى ان احنا نبقى متطورين اكتر ونراعي فيها الابعاد الامنيه والابعاد الاستراتيجيه وخطر الارهاب والحاجات دي كلها. اكيد. وايضا في يعني في هذه العاصمه الاداريه الجديده هناك ايضا مخطط انه يكون في مدينه صينيه، وده بالتعاون مع الحكومه المصريه والحكومه الصينيه. والحقيقه ايضا هتشهد هذه العاصمه الجديده عدد من الابراج، سواء للاماكن الخاصه بالمال والاعمال او ايضا عدد من الوحدات الاداريه والسكنيه، وناطحات سحاب هتتضمن ايضا يمكن اطول ناطحه سحاب في قارة أفريقيا بالكامل. هي أكبر مطار، أكبر ناطحة سحاب. أنا أقول لحضرتك إنها تبقى حديث العالم، يعني العاصمة الإدارية الجديدة هتبقى حديث العالم، كل شيء منشأ فيها مش نص نص، إنما بشكل كامل، بشكل متكامل، بشكل جيد مدروس. أنا أتصور إن إحنا في وقت قريب جدا زي ما قلت لحضرتك هنبقى حديث العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعاصمة دي هتخدم مصر بشكل رائع جدا، هتجمل صورتها، هتجمل، هنخرج بقى من زحام القاهرة ونسيب الحياة تفك هنا وتبقى حلوة هناك والحاجات دي كلها. يا رب إن شاء الله. وكل يوم الحقيقة بنتابع ما ينجز فيها على أرض الواقع بالفعل. بنروح إلى الصفحة الرابعة، والحقيقة أستاذ عبدو يعني بيتزامن مع المشروعات وما يتم في مصر من إنجازات وما إلى ذلك، بيتزامن الحقيقة للأسف ظاهرة الشائعات اللي موجودة بشدة. وهنا في الصفحة الرابعة بنرصد الحديث عن الشائعات، سقوط 4 شائعات في 3 أيام، مركز الوزراء لا صحة لانتشار بنزين مغشوش داخل محطات الوقود، ولم يصدر قرار بمصادرة أي عقارات لم يسدد أصحابها ضريبتها، ومصر لا تمر بأزمة مالية ولا تقليص للمساحة المزروعة بالقمح. يعني الحقيقة كلها إشاعات بتهم المواطنين جدا وبتاخد انتباههم بشكل كبير في مجالات مختلفة، وبتتعرض أيضا لحياتهم مباشرة. لكن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في تقريره الدوري رصد هذه الشائعات وتواصل مع الوزارات المعنية بكل شائعة ورد على هذه الشائعات. فما المزيد من التفاصيل من خلال هو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؟ عمل حاجة كويسة جدا منذ فترة، لا الشائعات كتيرة جدا والشائعات بتنتشر، والشائعات دي خطر رهيب جدا، حذر منه الرئيس شخصيا وقال ان احنا عندنا في 3 شهور 21,000 شائعة، ده حاجة رهيبة جدا وده حاجة خطرة جدا. طيب الشائعات كانت الدولة الأول بتتعامل مع الشائعات عادي، اللي يتكلم يتكلم واللي يقول ومحدش بيرد، وده الحقيقة كان بيقول إن الدولة لا تحترم عقلية المواطن. الدولة وعتها خطر الشائعات من ناحية، ويبدو إن هي وعت أهمية إنها تتعامل مع المواطن وتقول له لا ده مش صحيح، ده صحيح، ده كان صحيح وعملنا فيه كذا. صحيح. فمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في سبيل وعد الشائعات بقى يتابع الشائعات اللي بتحصل لكل اسبوع، الحقيقه هي كثيره، مصدرها طبعا السوشيال ميديا خاصه الفيسبوك والحاجات دي كلها، وبدا يرد على كل الشائعات، هتلاقي شائعات غريبه وشائعات لو سبناها هتصدق، هيستغلها طيور الظلام، المغرضين، اعداء الوطن في الداخل والخارج، القنوات المسمومه هتستغلها وتبدا تتكلم عليها، نوقد احنا الشائعات اول باول. اهم المهم بقى ان احنا نحاول نوصل بقى للمواطن مش عن طريق الصحافة بس، إنما نوصل ممكن عن طريق التلفزيون. ده اللي بيحصل دلوقتي يعني على بشكل القنوات المختلفة، ونكثف الموضوع ده حتى بين النشرات، نكثف ما بين البرامج سواء في القنوات الرسمية قنوات التلفزيون المصري أو حتى القنوات الخاصة، كنوع من الخدمة تقدمها القناة بدون مقابل. مهم جدا إن احنا نقول الشائعات لأن هي خطر داهم جدا، مهم جدا ان يحصل عملية توعية بخطر السوشيال ميديا، مش بنقول ان احنا هنقفل السوشيال ميديا وهنقفل وسائل التواصل، ما عادش ينفع الكلام ده كله، الجانب السلبي ليها، انما ان احنا نقول ان يا جماعة ليس كل ما يقال حقيقة، واحنا كل واللي عايز يسأل نخلي فيه خطوط ساخنة، نخلي فيه حاجات زي كده كتير، بحيث ان احنا نوعي المواطنين ونفسد الهدف
الذي الهدف الذي يسعى اليه مروجو هذه الشائعات. صحيح. يعني في نهاية هذا الخبر، لا صحة لانتشار بنزين مغشوش، لا صحة لمصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، لا صحة لتقليل المساحة المزروعة بالقمح، ويعني الحياة بيولي، ولا صحة للأزمة المالية. والأزمة المالية احنا ذكرنا في أول خبر نقد أجنبي لم تصل له مصر في تاريخها. صحيح. يعني في تاريخ مصر لم نصل مع هذه الشائعة. احنا نقترب من 50 مليار. مصر كانت في لما احنا كنا مبسوطين جدا ونترحم على ايام سابقه لم يتخطى الاحتياط الاجنبي 35 مليار. فاين هذه فاين هي الازمه الماليه؟ اين هذه الازمه الماليه المزعومه؟ صحيح. مثلا بنروح للقطاع الصحة وتحديدا الإسعاف، وفي الصفحة الثالثة تغطية أسطول سيارات الإسعاف بجي بي إس. أحمد الأنصاري تعيين 1600 سائق لسد العجز ورفع عدد السيارات إلى 4200 في عام 2022. طبعا أستاذ عبدو الخبر ده بيهم جدا كل المواطنين لأنه معني بقطاع الصحة وتطويره، طبعا مع اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد. أيضا بتعمل هيئة الإسعاف التي تتعامل مباشرة مع المواطنين على تطوير خدماتها واستخدام لغة العصر طبعا، وهي التكنولوجيا من خلال تتبع السيارات لخدمة المريض عن بعد وخدمة باستخدام خاصية الجي بي إس. أنت وأنا زميلاتي العزيزة ندرك تماما، نعرف الواقع المرير للتعامل مع الإسعاف، ونعرف أن الإسعاف يأتي متأخرا وأحيانا يموت المصاب في حادث قبل وصول الإسعاف بفعل الارتباك، بفعل الزحام، بفعل جديد. إحنا بنطور منظومة التعليم في جي بي إس دلوقتي، هيبقى موجود حاليا بالفعل أعتقد في 1300 سيارة. ده صحيح، 1300 سيارة في 13 محافظة. يا أستاذة هيتعمم، هيبقى في كل السيارات، بحيث أن أنا لما بيجي بلاغ لمركز المركز الخاص بالإسعاف أو غرفة الطوارئ بيبص في الجي بي اس بيعرف ان السياره دي رقم كذا موجوده في نطاق الحادث، فعلى طول بيدي اشاره معينه بتتوجه، بيتم انقاذ المريض بسرعه وبيتم نقله، عمل له الاسعافات اللازمه في سياره الاسعاف ونقله الى اقرب مستشفى، بحيث ان الموضوع كله لا يتجاوز ربع ساعه منذ من بدايه البلاغ. دلوقتي بيوصل ساعتين وثلاثه، واحيانا الدنيا ما بتوصلش خالص. يعني حسب ما هو انا اتصور ان دي في اطار التطوير المنظومه الصحيه والتامين الصحي الشامل. ده خطوه حضاريه رهيبه جدا، خطوه. هو الحقيقه ان ده بيدخل فيها يا استاذه هلا، ده بيدخل في سياق ان فيه اهتمام بالانسان، فيه اهتمام فيه اهتمام بالمواطن المصري. فقط هو المطلوب من المواطن المصري ان انا اصبر شويه، استحمل شويه، تعال عن نفسك شويه، والحياه برضه بتمشي في النهايه، يعني فاهم ازاي؟ يعني بتبقى صعبه بتمشي، بتبقى سهله يعني بتمشي، مفيش مشكله خالص. انما هو الهدف الاساسي للدوله، هو الهدف هو الوصول بالمواطن الى اعلى درجه من الرقي، اعلى درجه ممكنه من الرقي في التعامل، سواء ان انا احترم عقله، سواء ان انا اعالجه صح، سواء ان اوفر له منظومه علاج سليمه وراقيه. وده اللي حصل من خلال قانون التامين الصحي والشامل، وان اللي هو هيراعي حتى محدود الدخل، يعني مش هيبقى قاسي جدا على المرضى والحاجات دي. ايضا بتكلم وزاره السيده وزاره الصحه عن انها اتخذت خطوات رائعه جدا في العلاج الحالات الحرجه والحالات اللي اولى بالتعامل يعني بسرعه. صحيح، القضاء على قوائم الانتظار في الحالات. نعم. الحرجه، وايضا سيارات الاسعاف من خلال الاهتمام بهذا المرفق الهام. بنختتم اخبارنا الحقيقه بخبر وتقرير اجتماعي في الصفحه السادسه، تدخل الاهل وتدهور العلاقه الزوجيه وسيطره الزوجات ومواقع التواصل الاجتماعي ابرز الاسباب. حكايات من دفاتر محكمه الاسره تكشف اسباب بارتفاع نسب الطلاق، الدولة تواجه الظاهرة بمبادرات تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق. يعني الحقيقة هذا التقرير المطول في العدد الجديد لليوم السابع بيلقي الضوء على ظاهرة الطلاق في المجتمع من خلال بيانات ومعلومات دقيقة وتفصيلية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبيلقي الضوء على هذه الظاهرة والمبادرات اللي بتتعامل معاها من خلال وزارة التضامن أو المجلس القومي للمرأة. فما هي الحلول المقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة؟
أسس هي الحقيقة ظاهرة التفسخ الأسري والطلاق مش بس حتى الطلاق حتى عدم إتمام الزوجات، عوامل كتيرة جدا تدخلت فيها في الآونة الأخيرة. لو قلنا العامل الاقتصادي، انشغال الزوجة والزوج بعيدة عن بعض، ده قتل بينهم المودة والحب والتواصل، الحاجات دي كلها. السوشيال ميديا وما تسببه السوشيال ميديا من خراب للبيوت، الحقيقة كلنا نعلم، لا أحد ينكر، لن ندفع رؤوسنا في الرمال. السوشيال ميديا النهاردة الراجل بيبقى مشغول، الست بقى ما بتسمعش كلام كويس، فجأة تسمع كلام كويس من حد هو عنده وقت فراغ شوية، فبالتالي هي بتتمرد على حياتها وبتكره جوزها وبتحصل تحصل حاجات كتير جدا تؤدي للطلاق. كل المصريين الحقيقة عارفين ده. طيب بتدخل الأهل، تدخل الأهل ده شيء بشع. الأم أصلا بتبدأ توجه بنتها أنا مش عايزك تعيشي الحقيقة كلنا أصلا ده حاجات أنا مش هخترعها يعني، حاجات كلنا حسنا كل المستمعين النهاردة والمشاهدين يعرفون هذا الكلام، اللي هو أنا تعبت يا بنتي فأنا مش عايزك تكرري نفس التجربة مع باباكي، فبالتالي تعاملي معاه بمنطق كذا كذا كذا. الراجل بقى هي بتعامله بقى بمنطق الند بالند، يلاقي بقى حد بره كده حنين وحلو يعني ياخده بقى ويتكل على الله ويحصل الطلاق. حاجات كتيرة جدا ظاهرة الطلاق دي خطيرة جدا. كيف تتعامل معها الدولة مع هذه الدولة؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، يعني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ما اتكلم عن الموضوع ده من فترة وبعدين هاجت الدنيا عليه وطلعوا المشايخ والعلماء والحاجات دي كلها وتغيير الدين، وتغيير الدين بقى سهل قوي يعني الطلاق. هو عايز الهدف من مبادرة الرئيس ان هو كنت انتظر شوية، يعني انتظر شوية، ما الدنيا بتتغير كل يوم، العقليات ده انا منفعل النهاردة بكرة هدف ما يحصلش الطلاق وارجع فيه لما انا اوثقه الحاجات دي. النهاردة مستشار المفتي بيتكلم على ان مش الطلاق بس، انا مش هيتكلم ان هم الإدارة الإفتاء بدأت كمان تعمل زي حاجات كده توعية أسرية والحفاظ على الأسرة والحاجات دي كلها، صحيح، وقالت إن هي خطر أمن قومي، تمثل خطر على الأمن القومي، لأن ظاهرة الطلاق دي بتخلق حاجات كتير جدا. ما اعرفش اذا كان المجال يتسع يعني الحقيقه للاسف لضيق الوقت يعني، لكن هو التقرير مطول الحقيقه في اليوم السابع يعني بيلقي الضوء طبعا على هذه الظاهره من جوانب عديده، وبيطرح ايضا عدد من المبادرات للتعامل معها. في النهايه بنشكر حضرتك جدا استاذ عبده زكي الكاتب الصحفي باليوم السابع، شكرا جزيلا. سعدت بيك يا فندم، سعدت بيك، اهلا بيك. مشاهدينا بنشكركم ايضا على حسن المتابعه، والاسبوع وغدا بيتجدد اللقاء وحلقه جديده من صحافه الغد.